أنك تدعي بأنك مرشح الشباب رغم أن المرشح الآخر في نفس سنك، وأنك تدعي أيضا أنك مرشح الثورة رغم أن المرشح الآخر ساند ثورة 30 يونيو التي كنت أحد الداعين إليها. أنا مرشح من الثورة، لا أحتكرها لنفسي، وأنا مرشح الشباب، هم ما بيحتكرونيش لنفسهم. شباب مصر اللي هم 60% من تعداد سكان المصريين تحت 30 سنة، 60%، واللي 51.3% من بينهم مصنفين فقراء، هم بالحلم وبالمصلحة مع دولة ديمقراطية عادلة اجتماعيا. وأنا فخور بأن الاتجاه الغالب في الشباب المصري يؤيدني. أنا فخور مستند إلى إيه؟ لما أراه وألمسه وأستقصيه وأستشعره، وده أمر طبيعي لأن الشباب دول كانوا الشرارة الأولى في 25 و30، وأنا كان ليا الشرف أني كنت موجود في 25 وفي 30 داعيا ومبشرا ومنظما ومشاركا في الاثنين. الشباب انا بعتبر ان وجودي في رئاسه الجمهوريه اذا ربنا شاء والشعب اراد هيكون جسر لعبور هؤلاء الشباب من الشارع الى ان يندمجوا في مجتمعهم اندماج تام.